كولر بيبدا استكشاف غزل المحله قبل مواجهته في الدوري. بالمناسبه هي مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي، يعني زي ما حضراتكم شفتوا كده مباراه طلائع الجيش، مباراه صعبه جدا ولم نكن فيها جيدين خصوصا في الشوط الاول، ولكن قدرنا نكسب، فبالتالي النتيجه تخلينا نصبر شويه على شكل الاداء اللي مش عاجبنا كلنا كاهلاويه. هل الاداء عجبنا؟ كلنا كاهلاويه الاداء مش عاجبنا، ولكن النتيجه مخليانا نصبر، مخليانا نفضل واقفين ورا فريقنا، حتى لو لا قدر الله حصل اي حاجه، هنفضل دايما واقفين ورا فريقنا وهنفضل في ظهر نادينا في كل الامور، في كل حاجه. لانه لسه بدري جدا على الدوري العام، خلي بال حضرتك، مش معنى ان الاهلي كسب وان الزمالك اتعادل ان انت خدت الدوري، ابدا. في حاجات كتيره بتحصل حوالينا زي ما حضراتكم بتشوفوا كده، ممكن جدا جدا تخلي امور كتيره تحصل. احنا بنحاول نوقف هذه الامور من دلوقتي، اتمنى ان كل هذه الامور تنتهي خلال الفتره اللي جايه، وكل شويه هاكرر ان يصبح ميزان العداله ميزان واحد. ما يهمكش لون، ما يهمكش حاجه اخرى، ولكن كل اللي يهمك ان يتم تطبيق ميزان العداله في كل قراراتك، ده اللي انا اتمناه.